اهلا بيكم طلبه ثالثه اعدادي. النهارده هنتكلم في الفيديو ده عن اهم الباراجرافات اللي ممكن تجيلنا في الامتحان الترم ده. الباراجراف دوت بيتكلم عن الشراء اونلاين، ممكن يجيلي بكذا عنوان رئيسي وهو نفس الباراجراف. ممكن يقولك write a paragraph about shopping online، اكتب باراجراف عن shopping online، تسوق عبر الانترنت. ممكن يقول لك complaint about something you bought online، شكوى، اكتب باراجراف عن شكوى عن منتج انت اشتريته اونلاين. ممكن يجي لي برضو حاجة انت اشتريتها اونلاين، something you bought online. التلات عناوين دولت بباراجراف واحد اللي هو الشراء عبر الانترنت. احنا يعني هو المفروض الباراجراف بتاع شكوى عن منتج انت اشتريته يكون منفصل، بس احنا هنعمل باراجراف ينفع للتلات عناوين رئيسية دولت اللي هو شراء اونلاين، شيء انت اشتريته اونلاين، شكوى عن شيء انت اشتريته اونلاين. التلاتة دولت هنعمل لهم باراجراف واحد. لو جالنا اي عنوان من العنوان دوت والعناوين ديت يبقى هو نفس الباراجراف اللي احنا هنكتبه دلوقتي، وده من اهم الباراجرافات اللي عن سنة تالتة اعدادي السنة دي. تابعوني. ده العنوان اللي ممكن يجي لي الباراجراف something you bought online أو complaint about something you bought online. طيب أول حاجة هنبدأ بإيه؟ نتكلم عن إن البيع والشراء حاجة مهمة في حياتنا. يبقى أول حاجة buying، نسيب جزء في الأول وبعدين نبدأ buying and selling is a part of everyday activities. يعني البيع والشراء حاجة أساسية من نشاطاتنا اليومية، على الرغم من طبعا احنا نتكلم عن ان عادات الشراء اختلفت عن قبل كده. طبعا عشان بقى ظهر لنا شراء اونلاين نقولها ازاي الجمله ديت though على الرغم من shopping habits، habit يعني عاده، shopping habits عادات التسوق have changed a lot، عادات الشراء اختلفت كثيرا. برضو نقول ان كل حاجة في حياتنا ليها مميزات وعيوب. طبعا واخدين الكلمة ديت اللي هي pros and cons، مزايا وعيوب، فلازم نستخدمها. Everything in our life has pros and cons. نبدا بقى نتكلم عن الحاجه اللي احنا اشتريناها ونشوف التجربه، نحكي عن التجربه. عايز اقول مثلا انا مهتم، ممكن بقى الحاجه اللي احنا اشتريناها تختلف، كل واحد يتكلم عن، ممكن واحد يقول انا اشتريت كاتل، ممكن واحد يقول انا اشتريت توستر، ممكن حد يقول اشتريت تليفون، على حسب كل واحد يختار اي حاجة هو اشتراها او تجربة حصلت له. اقول الاول انا مهتمة مثلا بالموسيقى، I am interested in music، انا بهتم او مهتم بالموسيقى. انا حبيت اشتري حاجة، I want to buy a new speaker، فكنت عايز اشتري مكبر صوت speaker online، حبيت ان انا اشتري speaker online. طيب هشتري السبيكر ازاي؟ طبعا عبر موقع، I found a website، I found a website for music
شوب، لقيت موقع لمحل موسيقى او ادوات موسيقيه، شفت البضائع طبعا واخترت اللي انا عايزه. I saw goods، goods يعني بضائع. I saw goods والالات الموجوده and musical instrument. شفت البضائع المعروضة والآلات الموسيقية اللي معروضة زي displayed، الحاجات اللي معروضة displayed يعني معروض displayed. وبعدين طبعا خلاص شفت الحاجة واخترت، طلبت بقى I ordered a speaker. I ordered a speaker، استلمته بقى ازاي وبعد قد ايه. I received، ممكن بقى نقيس على دوت اي حاجة، ممكن اتكلم عن تليفون، ممكن اتكلم عن اي حاجة، اشيل السبيكر واحط مكانه اي حاجة. I received it after one day by delivery، وصل لي بعد يوم واحد عن طريق الدليفري. but شوف بقى المشكله but ولكن when لما عندما I opened it لما فتحته I found out اكتشفت it was broken لقيته مكسور. اول ما فتحته لقيته مكسور. اللي حصل I was very angry، كنت زعلان جدا. I was angry and I made، طبعا يعني اقدم شكوى، make a complaint، طبعا احنا بنتكلم عن تجربة عدت يبقى في الماضي. I made a complaint. دوت التجربة دي تبين لنا ان احنا لازم نشتري من مكان موثوق منه، يبقى we should buy things from a trusted place. كلمة trusted يعني موثوق، trusted place. ديت كانت تجربة بالنسبة لي مهمة. It was very important experience for me. التجربة ديت كانت مهمة جدا بالنسبة لي. ودوت الباراجراف بتاع شوبينج اونلاين بطريقة سهلة جدا وافكار كتيرة، وممكن نغير الحاجة اللي احنا اشتريناها باي حاجة تانية. ممكن اتكلم عن كاتل بس يعني نفس التفاصيل، ما فيش اي مشكلة. اقول برضو ان انا اشتريت كاتل ووصل لي بعد يوم، وانا مهتمة بادوات المطبخ والكلام دوت، وهو وصل لي عن طريق الدريفري، ولما فتحته لقيته مكسور وعملت شكوى. نفس الكلام، مش هيتغير الا حاجات بسيطة جدا. يعني ممكن اغير الحاجة اللي انا بشتكي منها او اللي انا اشتريتها والتجربة باي حاجة تانية. وديت ازاي اكتب باراجراف سهل جدا عن حاجة انا اشتريتها اونلاين، او شكوى عن حاجة اشتريتها اونلاين، او التحدث عن الشراء اونلاين عموما. نفس العناوين ديت هيبقى لها هو نفس الباراجراف اللي هو دوت. بالتوفيق طلبة سنة تالتة اعدادي. الباراجرافات المهمة برضو لسنة تالتة اعدادي اللي هو ازاي اشارك في المجتمع، او ازاي اكون عضو فعال في المجتمع. طيب رأس السؤال يجي لي ازاي، how to be a good person in your community، او what I can do to help people in my community، يعني ازاي اساعد الاشخاص في مجتمعي، او ازاي اكون عضو فعال في المجتمع. ده برضو من الحاجات المهمة، من الدروس المهمة عندنا في سنة تالتة اعدادي. تعالوا مع بعض نشوف هنكتب في الموضوع ده ازاي، ونختار جمل سهلة وطريقة سهلة جدا.
باراجراف بيتكلم عن ازاي اكون عضو فعال في المجتمع. What I can do to help people in my community, او طريقة تانية how to be a good person in your community, ازاي تكون شخص كويس في المجتمع. اول حاجة لازم نتكلم عن المجتمع اللي هو جزء من حياتنا. نقولها ازاي؟ our community, our community is a part of our life. طبعا المجتمع جزء من حياتنا, او احنا اصلا اساسا جزء من المجتمع نفسه. فبالتالي المشكلات بتاع المجتمع هي اساسا مشكلتنا احنا. نقولها ازاي؟ it's a problem its problems are really our problems. اكيد مشكلات المجتمع هي مشكلتنا احنا لاننا جزء من المجتمع. يبقى our community is a part of our life, its problems are really our problems. لذلك ايه المفروض نعمله؟ ان احنا نشارك او نتعاون. يبقى سو لذلك we should cooperate for solving any problem. لازم نتعاون كلنا عشان نحل أي مشكلة بتقابلنا في المجتمع. تعالوا بقى نتكلم عن تجربة ليا أو مشكلة أنا قابلتها في منطقتي وحاولت إن أنا أحلها بطريقة إيجابية. At my street, at my street, there are many people who throw litter. كان في ناس في الشارع عندي بيرموا كمامة كتير. I and my friends, اتفقت أنا وأصدقائي, decided to unit or cooperate and buy new pens. نشتري سلات كمامة جديدة. We told our neighbors, اتفقنا مع الجيران. We told our neighbors to throw litter. قلنا للجيران خلاص احنا اشترينا سلات جديدة, لازم نرمي الكمامة في in the bins, في السلة. Our neighbors are helpful. طبعا الجيران كانوا متعاونين معانا. Our neighbors are helpful, ساعدونا. they help us to keep our street clean, ساعدونا ان احنا نحافظ على نظافة الشارع بتاعنا. طبعا رمي الكمامة دي حاجة خطيرة جدا. throwing litter is very dangerous for our health. طبعا ضار جدا على الصحة بتاعتنا. and make the view terrible, بيخلي المنظر العام بتاع شكل الشارع terrible, فظيع مش حلو. We must, لازم بقى نتحد طبعا. We must join to solve our problems
to make more progress. لازم نساعد في حل المشكلات عشان مزيد من التقدم، ولازم نبقى أشخاص إيجابيين. We must be positive. لازم نكون إيجابيين. دوت التحدث إزاي أكون شخص فعال في المجتمع، وإزاي أساعد في حل مشكلات المجتمع، لأن المجتمع جزء مننا، أو إحنا جزء من المجتمع، جزء لا يتجزأ من المجتمع، فمشكلات المجتمع هي أكيد مشكلتنا.